السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كلشي لاباس؟ اش تعاودوا؟ كلشي مزيان. المهم انا غنوجد لكم طاجين مغربي مع اللحم بالبرقوق والبصله وداكشي طاجين مغربي. المهم طاجين مغربي غنوجدوا معاكم. عندي سميتو الحيمات، اللحم مع البصله مع الربيع مع زيت العود، ها هويا، وهذا البرقوق غنطيبو بوحدو غنعسلو. ايوا هانت كاينه القرفه، ها هي يا كاين الابزار، كاين الخرقوم، ها هويا كاينه الثومه بودغ، وهذه لا هذه ديال سميتو. يلا خليكم معايا مع الطويجين. يلا دابا مع الطاجين غندير البصله غنعسل البصله مع الزبيب. ها الزبيب، ها هو الزبيب الكحل، خاصو غنعسلو مزيان تيعود معلك باش نحطو فوق اللحم في الاخر. تندير البصله، درت جوج كركوبات كبار ديال البصله مع شويه القرفه مع شويه ديال البزار هكايا، وصافي. في الاخر ملي تطيب ليا البصله شويه تنخوي عليها شويه السكر. يلا خليكم معايا. ان شاء الله نوجد معكم لي زيبينار، تيطيبوا بحال الشكل ديال البقوله، شكل ديال الخبيزه. ايوا انا تنديرهم بحال الخبيزه، هما لي زيبينار. ها هما لي زيبينار. ايوا نوجدهم معكم ان شاء الله. غنحتاجوا هذا، غنحتاجوا الثومه، ها هي الثومه، نحتاجوا شي الملح، نحتاجو الربيع، مزيان هي الربيع مزيان تيجي بنين فيها. صافي، من بعد غنديرو تنحتاجو هذا الكامون، ها هويا غنديرو شويه الكامون،
ومن بعد مني غطيب لينا شي شويه غنديروا فيها شويه الحامض والزيتون ها هويا وزيت العود ها هويا نديروا فيها شويه زيت العود. يلا خليكم معنا مع الخبيزه. نسيت الحامض، هاي العصارة، عصارة صغيرة نسيت الحامض، ها هو الحامض غنديرو تا هويا، ها هويا والجلوف ديال الحامض ما يتلاحوش، هاي درتها ولكن غندير هاد الجليفات اللاتي هانتوما بقاو معايا، هادوك الجليفات زويونين بنان. نديرو خبيزة مغربية، ها هما الجليفات تيدارو هنايا، ومن بعد ان شاء الله من يطيب قبل ما طيب غندير فيها هاد الزيتون والحامض، الحامض مرقد. يلا سلام البنات، بغيت نعطيكم واحد الوصفة زوينة ديال الربيع، اللي تيبقى داير الربيع في الميكا وتيخسر ليه تيبقى يجبد منه ويرجعو تاني وعاود يغسلو ويديرو. هادي وصفة زوينة، تتشدي الربيع تتقطعيه تتنقيه مزيان وتتغسليه وتنشفيه مزيان، ينشف تنشفيه بسريبيته هكايا تنغد ليه. أبخي تتشدي هاد البواطة ديال الربيع ديال ديما، كل مرة تاخدي منه كل نهار، تتشدي هاد البواطة هاهي بالغليقة ديالها وتتشديه وتتخشيه في سميتو، هذا ديال كل نهار تتخشيه هنايا في هاد البواطه هكايا تتخشيه، مهمه زوينه تيبقى سيمانه اكثر، زوين تيبقى مزيان وتيبقى محافظ صافي، وتتسدي عليه هكايا ولكن يكون مغسول ناضي صافي وتخشيه في الثلاجه. هادي مهمه، العيالات كاع تيبغيو الربيع، هو اللي تيبنن هو اللي تيدير كلشي، هادي هي الطريقه الزويونه ها هويا، وتبقى سيمانه وزياده تبقى، ولكن تغسلوه وتنشفوه مزيان باش ما يخسرش في البواطه، وابخي تديروه في البواطه هكا وديروه في الثلاجه كل مره تجبدوا منه شويه. يلا هادي بيزو. سلام البنات، كي دايرين؟ هذا هو الطاجين ها هويا، ها هو البرقوق، هاي البصلة اللي عسلت مع الزبيب والسكر، المهم هذا هو الطاجين، وهادي هي لي زيبيناغ اللي صيبت درتها بحال الخبيزة، وهاو خبيز معاه، هاد الخبيز نعجنو راسي، المرة الجاية نديرو معاكم إن شاء الله تنديرو ديال الدار. إيوا هادي هي، هذا هو الطاجين. يلا ما تنسونيش في المشاركة إن شاء الله. يا الله، بسلام عليكم، الله يعاونكم.